وهو الكسيكسو ديالنا من بعد ما طاب، غناكلوه بالصحه والراحه. وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا وكنشكركم على لي كومونتير زوينين اللي بحالكم. وما تنساوناش في الاشتراك وجيم وكومونتير زوين بحالكم، واللي ما نضمش العائله ديالنا ينضم لها، مرحبا به. وبسلام عليكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش عاودوا؟ كلشي بخير؟ كدايرين مع الصحه؟ ايوا اليوم غنبان لكم الكوزينه مختلفه. انا اليوم ما كايناش في الدار، كاينه عند خالتي اش عندها الدروه، وجيت جبت معايا الكتف ضروري فاش كنمشيو في الايامات الاولى العيد. ضروري كدي معاك الكتف، جبت معايا الكتف تغدينا، دارت لنا الكفته صافي. ودابا قلنا شنو، تكيت واحد شويه فقط، قلت لها والو بغيت الكسكسو، قالت لي انا عيانه نوضي طيبيه راسك باش نطيبو. قررت الكتف صافي. وهنايا خضره الكسكسو، لفت سلاوي خيزو ليشو مطيشه البصله، وغادا نصب كسيكسو وغادا نشوفو شنو نديرو عاوتاني، شنو نوجدو عاوتاني ليها الكاسكروت. ايوا خليكم معنا حتى لخرت الفيديو. هنايا غادي نديرو اللحم ديالنا. بسم الله توكلنا على الله. يا بسم الله صافي. غادي ندير غير شويه الكسكسو، كاين حيت كاينه غير انا وياها وزهيره، غندير غير شويه الكسكسو. نديرو الخرقو معلب، سكينجبير، البزار، نديرو الملح. هنايا غادي نديرو الملح صافي، غادي نشعل عليه يتقلى، ومن بعد موراه غادي نرمي البصله. خليكم معايا نتوما معايا تشوفوني كندير الكسكسو بالزربه. ايوا غادي ندير الزيت، هذا الكسكسو ديال واحد نعس فاق بغى الكسكسو، هي ديالي انا مع هذا الكسكسو. ما درتوش من نهار الجمعه، جات بالعيد وانا ما درتوش نهار العيد. ايوا صافي توحشت، كنت ناعسه ضربتني الفايقه، قلت لها والو الكسكسو، قالت لي عرفتي ديري طيبيه راسك، هي عيانه شويه الله يشافيها. ايوا صافي غادي نطيبو كسيكسو معاها وندير ليها كيكه. ايوا غادي نشوفو شنو نديرو في هاد العشيه، دابا راه العشيه ماشي الصباح. هو اللحم ها هو اللحم ديالنا هنايا كيتقلى، غادي نرمي عليه البصله ونرمي الخضره وكل شيء دقه واحده، حيت شمط عليا انت ناكل الكسكسو صافي، لاني توحشتو بزاف. يطيب بالزربه كيطيب اللحم. غادي نرمي البصله وغنرمي عليه مطيشه، انا درت البرمه صغيره حيت كاينه غير انا وخالتي وزهيره صافي. غادي نخليه دغيا، غادي نخليه واحد شويه طلع فيه الغلي، وغادي نرمي الخضره ونرمي الكسكسو ونتلاقاو صافي. هنايا غادي نرمي الخضيره ديالنا، غادي نرميها طيب، وغادي نرمي السميده حتى هي نديرها تطلع في الفطار. ايوا نتلاقاو ان شاء الله منين بغيو نعاود الكسكسو، نرجعو نتلاقاو معاكم ان شاء الله بحول الله. غادي ندير هنايا لي الشو صافي، غادي نغطي عليه. هنايا درت السميده صافي، درت شويه الملح عليها وصافي. غادي نفزقها في لانني عرفتي جاتني واحد هادي على الكسكسو، ما قدرتش ما مطعمت عليا انت كي طيب هاد الكسكسو باش ناكلو صافي. غادي نخليه يتفزق شويه، انا البرمه راه غطيتها، غادي نرمي الخضره وكل شيء في دقه واحده، لان اللحم هذا اللحم دغيا كيطيب فتي دغيا حتى جديد. ودابا غادي نعاود الكسكسو ديالنا، نحليته بالزيت الكسكسو ديال الزربه.
دابا زهيرة غادي دير لنا ان شاء الله كيكة، هي اللي بغات تصاوبها، غادي نعطيوها تجرب شنو تخرج لينا هاد الكيكة كي تخرج، ما عرفنا كي تخرج هاد الكيكة. يلا سير. بسم الله. اول حاجة عندنا ثلاثة الخمارات، فانيا، كاس ديال السنيدة، كاس الحليب، نص كاس ديال الزيت، طحين على حسب الخليط، وثلاثة البيضات. فورس خصو يكون مغربي، خصو يكون مغربل. ويلا نبداو في طريقة التحضير. يلا سيري. بسم الله. انا هنا درت شوية الملحة، نضربو اول حاجة البيضة. بسم الله. بسم الله شكرا الله. دابا غنحط السنيدة، كاس كله، ودابا غنحط الزيت. هنايا راه دربات وتضاعف الحجم ديالو، تبدل اللون ديال البيض مع ولا بيض السنيدة ولا بيضين. دابا غدير الحليب. دابا غنزيد الحليب، زدت دابا الزيت والحليب، ودابا غنزيد الفانيليا، ودابا غنزيد الفانيليا بعد ما حليتها. يلا عاودي ضربي. ودابا عاوتاني غنضرب، بعد ما نضرب نرجع ليكم عاوتاني. yeah. ودابا غادي نحط الفورص، معلقه بمعلقه، عم غربل هاد الفورص. يلا صافي دابا حركي حركي معلقه. ودابا غادي نحرك. يلا سي. يلا زيدي عاوتاني فورص. دابا عاوتاني غنزيد الفورص، ونزيد جوج معالق حدا اخرين، نزيد وحده صافي. عشان دابا غنخلط. ودابا بعد ما خلطت هاد الخليط مزيان، دابا غنزيد عليه الخميرات. خاص كنا ضروري ما نغربلوهم، غادي نحطهم بثلاثه بيهم في دقه باش يجيني داكشي ساهل. يلا ودابا غنغربل. انا كتجيني الغباله باش كنعوج هذا، ها نتوما شفتوا كنعوجهم. ودابا غنخلط معاكم، نخلط الجوانب داكشي اللي في الجوانب حتى هو يتخلط. ودابا غادي تزوقها بالتفاح. هيا تقول لكم الزواق، هذا التفاح درت فيه السنيده. شنو اخر ماما؟ قرفه. بقرفه دابا غنستفهم. يلا ودابا غنحط تفاح بلا ما توركي عليه زهيره بصبعك، غير حطي. اخ نتلاقاو من بعد ما تستف التفاح نقطعوه. وهاي الكيكه ديالنا من بعد ما طابت خرجتها من الفران، كيكه زهيره ديالنا من بعد ما وجدات خرجتها من الفران، غنتسناوها حتى تبرد ونحيدها من لاطا صافي. وغنسقي الكسكسو ونشاركو معاكم. وهو الكسكسو ديالنا من بعد ما طاب، بقا ناكلوه بالصحه والراحه. وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا وكنشكركم على لي كومونتير زوينين اللي بحالكم. وما تنساوناش بالاشتراك وجيم وكومونتير زوين بحالكم، واللي ما نضمش العائله ديالنا ينضم لها. مرحبا بيه وبسلام عليكم.